بسم الله الرحمن الرحيم، دي حلقة جديدة من سلسلة حل المشكلات الرياضية، الجزء الخاص بالتكاملات أو الانتجرالز. هنحل النهاردة مع بعض بإذن الله تعالى مسألة جميلة جدا وفيها فكرة رائعة ومرت بينا قبل كده كتير، ولكن النهاردة هضيف لك حتة بسيطة كده في إيه زيادة، وهحاول يعني إيه أزود لك شوية حاجات هتفيدك بإذن الله. خلينا نشوف المسألة بتاعت النهاردة عبارة عن إيه. المسألة بتقول لك أنا عايزك تعمل لي التكامل من صفر لتلاتة، وهنعرف دلوقتي ليه من صفر لتلاتة، إيه المميز في رقم تلاتة ده دلوقتي لما نشوف الدالة اللي هنا. وقلنا قبل كده الحتة دي، قلنا التكامل ده في أرض الواقع بيكون حقيقة الأمر، إحنا عندنا فانكشن حقيقية خارجة من سيستم معين، وأنا عايز أعمل التكامل على بيريد معينة، البيريد دي هي البيريد اللي أنا شغال عليها بجد. يعني إحنا التكامل مش بنعمله في أرض الواقع بأي أرقام، لأ والله إحنا بنعمل بالأرقام اللي إحنا عايزينها. يعني مثلا أنا عامل ساين ويف، فالساين ويف دي على سبيل المثال شكلها عامل كده، جميل؟ فانا بنسبه كبيره هشتغل على قطعه زي دي، او على القطعه دي كلها، او على الثلاث تنصاص دول، لكن يعني مش بشتغل في اي ارقام، فاهم فكره ايه؟ فاحنا في الغالب في ارض الواقع بيبقى البيريود بتاعتنا هي الفتره اللي احنا شغالين عليها بجد، اللي السيستم بتاعنا هيشتغل عليها. لو عندي مكنه بيخش لها سكر تطلع غزل بنات اللي هو بيبقى مفنكش ده، فانا ممكن مثلا اقول لك انا كل ما بدخل كيلو سكر بيطلع الناحيه الثانيه 4 متر مكعب من الفنكوش. فانا لو دخلت عملت فانكشن بين الانبوت والاوتبوت طلع لي فانكشن معينه، طلع لي عايز اعمل لها بقى، عايز احسب اجمالي الكميه اللي هتطلع الى اخره. فلو احتجت انتجرال معين هيبقى البيريد مثلا من كيلو سكر لحد 10 سكر، او من اول البدايه خالص لحد مثلا 10، يبقى البيريد بتاعتي من صفر ل 10، انا بدي مثال. فانت البيريد بتحددها على حسب الشغل بتاعك، فالفصل بين البيريد وبين الفانكشن ده من الخلل اللي حصل في تدريس التكامل، ان فهمك ان احنا بنختار دول اي حاجه وبنختار الفانكشن هنا اي حاجه، لكن حقيقه الامر لا، احنا في الحقيقه بنختار الفانكشن وبنختار البيريد اللي احنا محتاجينها وفقا لهذه الفانكشن بحيث تكون مفيده بالنسبه لنا. فعلى سبيل المثال لو انت شغال مثلا على ساين ويف زي ما انا قلت لك، فهتلاقي غالبا في ارض الواقع لو احنا يعني افترضنا ان في ساين ويف هنشتغل عليها، السيستم بتاعنا بيتم تمثيله بهذا الشكل، واحنا محتاجين نحسب الاريا اندر ذا كيرف، فهنشتغل على بيريدز عامله ازاي، من صفر الباي، من صفر ل 2 باي مثلا، وهكذا، لكن مش اي بيريد وخلاص، فاهم؟ ده في ارض الواقع بقى. فدايما هتلاقي التكاملات فيها يعني فيها علاقه بين الحدود وبين الداله اللي محطوطه قدامها، انا مش عارف تفصل بين الاثنين دول ابدا. وما تحلش المساله وخلاص، انا كنت ممكن احللك بتاعت النهارده وخلاص من غير ما اقول لك على الحته دي، بس خلينا نشوف. التلاته دي ليها علاقه بالفانكشن اللي هكتبها، وهي ايه؟ بيقول لك انا عايزك تعمل لي تكامل لساين باي على 3 في اكس دي اكس. ايه الهزار ده؟ ده بس كده؟ اه والله ده كده. ده ايه رايك؟ تعرف تعمل لها تكامل ولا لا؟ سهله، بس انا مش عايزك تعمل تكامل طبيعي. الساين دي تكاملها ايه؟ سالب كوزاين، صح؟ سالب كوزاين باي على 3 اكس، وبنقسم على المعامل اللي جنب الايه؟ البتاع جوه اللي جنب الانجل، صح كده؟ ونعوض من اول صفر لحد التلاته، جميل؟ طبعا انت لو اشتقيت دي هيرجع لك الشكل اللي هنا، عشان كده التكامل ده مظبوط، مفيش اي مشكله. تكامل الساين ماينس كوزاين وبنقسم على المعامل بتاع الانجل، او اللي هو اكني عايز اجيب مشتقه الداله جنبها عشان اقدر اكامل، فهضرب في باي على 3 واقسم على باي على 3 اهي، عشان كده قسمت عليها. هتعوض بالثلاثه اللي فوق يطلع لك ايه؟ هنا الرقم بقى الثلاثه ليه لازمه، لما اعوض بيه 3 تروح مع 3 تفضل لي كوزاين باي. كوزاين باي بكام لو ما تعرفش؟ سالب 1 مع السالب يديك 1، على الباي على 3 يطلع 3 على باي، صح؟ ناقص، عوض بالزيرو، لما اقول ناقص يبقى هطرح كل اللي هنا اللي هيطلع كل ناتج التعويض، لما عوض بالزيرو هتلاقي ايه؟ كوزاين 0 ب1 يبقى ماينس 1 فوق مع الماينس ده يبقى ممكن يخليه موجب، و1 على باي على 3 يطلع لك فوق 3 على باي، يبقى الاجمالي كام؟ 2 منها يعني ايه؟ يعني 6 على باي، ده ناتج الايه؟ التكامل بتاعنا، ممكن تحسبه يدويا وتشوف. طيب هل ده التكامل بتاع النهارده؟ طبعا لا، التكامل ده بسيط جدا، فاحنا بقى عايزين نطلع منه بمعلومه مهمه جدا، وهي ان لما كانت الفانكشن ساين باي على 3 اكس لقينا ان الحدود فيها من 0 ل 3، ليه رقم 3 دخل في الحسبه؟ لان الفانكشن دي نفسها رقم 3 بالنسبه لها مميز جدا، لو جيت ترسم الفانكشن دي هتلاقي انها عند ال 3، بتحط هنا 3، لو جينا نرسم الفانكشن اللي اسمها ساين باي على 3 في اكس، اما بقعد اسويب على الاكس دي او اغير الاكس دي هتلاقي من اول الصفر وانت طالع هتيجي عند ال 3، هتلاقي نفسك 3 تروح مع 3 تضرب ساين باي، ساين باي بكام؟ بزيرو. ليه ساين باي بزيرو؟ فاكر رسمه الباي؟ عامله كده اهي، فالباي هنا اهو، الباي هنا اهو بتدينا الساين بيكون بزيرو، دي الرسمه الطبيعيه بتاعتنا. وحتى لو جينا نقول بالمثلث بتاع زمان، لو رسمت مثلث ورسمت الانجل اللي هنا، فالساين بتاعت الانجل دي هي الاوبوزيت على الهايبوتنيوس، فلو قلت الساين بتاعت الثيتا دي هي الاوبوزيت على الهايبوتنيوس، والضلع ده فردته للاخر خالص لحد ما الانجل دي بقت 180 درجه، الضلع ده خلاص هيبقى مش موجود، هتيجي تقسمه على الهايبوتنيوس هتلاقي بتقسم صفر على حاجه، لان انا فردت ده نهائي. هل تقدر؟ عندي حاجه كده اهو، هل تقدر بين البوينت دي والبوينت دي توصل ضلع غير ده؟ لا، يبقى الضلع نفسه بيو اتكسر خلاص مبقاش موجود،
فبقى الاوبوزيت زيرو، فهتلاقي الساين بتاعت الباي بزيرو، هو ده السبب. فنقدر نقول ان انا لما بوصل للباي بيكون الساين بزيرو. طب انا بوصل ان الساين كلها تبقى ساين باي امتى؟ عند اكس ب3، يبقى رقم 3 ده مميز. يبقى لو جيت ارسم الداله اللي اسمها ساين باي على 3 في اكس هرسمها ازاي؟ هتلاقي ان رقم 3 هنا مميز جدا عند ال 3 اهو، عند البوينت اللي اسمها 3 انا بكون هنا 3، يبقى ساين باي على 3 في 3 يعني ساين باي يعني زيرو، يبقى النقطه دي الداله بتكون زيرو فيها. طب لما يكون اكس بصفر بيكون ساين صفر بصفر، يبقى بتبدا كده اهو وتبقى تقفل هنا اهو ونكمل نفس الطريقه، يعني شبه الساين العاديه خالص بس الاصفار اختلفت اماكنها. لما تلاقي المنظر ساين بس جواها ملعوب فيه، المعامل ده بيكبر الداله، بيعمل سكيلنج ليها، بس بيعرفني هي هتبقى صفر امتى. لما يعمل لها سكيلنج مش تبقى صفر عند الباي نفسها، هتبقى صفر عند اللي يخلي اللي قدام الساين كله باي اللي هو رقم 3 في المنطقه دي. عشان كده عملنا التكامل من صفر ل 3 عشان ناخد كل المنطقه دي. بس السؤال، هل بقى المساله بتاعتي بتقول انا عايز ساين باي على 3 اكس؟ لا. تعال اقول لك بقى حاجه حلوه، افتح كده معايا جوجل واكتب ديسموس. ديسموس آلة حاسبة بترسم اي جراف انت عايزه. خلينا نلعب بقى شويه، استنى عشان المره فاتت انا حركت المايك الصوت باص خالص، اتمنى يكون شغال. ساين وقدامها اكتب باي، بي اي يعمل لك باي على طول على علامه العلى 3 في اكس، واقفل. ايه اللي رسمه؟ رسمه الباي العاديه خالص. امال ايه اللي اختلف؟ استنى عشان اقرب غلط. ايه اللي اختلف؟ ان الباي بدل ما كانت بتقفل عند الباي، ان الساين قصدي بدل ما كانت بتساوي زيرو عند الباي نفسها، بقت بتساوي عند اللي يخلي اللي قدامها باي اللي هو 3. فتلاقي رقم 3 الداله بتترمينيت عنده، بتقفل عنده، بتوصل للصفر عنده. جميل جدا. طب عايز اقول لك حاجه، افرض خليت الباي على 3 دي اي رقم تاني، خليتها باي على 4 يبقى هتترمينيت عند ال 4. طب افرض خليتها باي على 5، ترمينيت عند ال 5، يعني هتقفل عند ال 5 تبقى صفر عند ال 5. تنترسكت مع او تعمل انترسكشن مع الاكس اكسس عند نقطه ال 5. ليه؟ لان ال 5 هي اللي هتخلي الساين قدامها باي، الاجمالي الاوفر اول انجل. طبعا الكلام ده بسيط، اه صح انا عارف انك عارفه بس ما بتقفش عنده. انا عايز اوصلك نقطة بقولها في كل الفيديوهات، المذاكرة الحقيقية اللي تعرف انك بتذاكر بجد واللي فوق ده شغال بيحرق مجهود حقيقي، مش مجرد مذاكرة هتتنسي، لما تلاقي نفسك بتقف عند كل نقطة تحللها وتحاول تتأكد منها حتى لو سهلة، حتى لو انت عارفها، بس انت هدفك تبقيها معك لبقية الدهر. جميل. نرجع الدالة الأصلية بتاعتي باي على 3. طب انا لو سألتك في ساين باي على 3 في اكس، لو عايز اشتغل بالفانكشن دي في ارض الواقع بجد، غالبا هاخد الحدود من كام لكام؟ من صفر لثلاثة، ممكن من سالب ثلاثة لزيرو دي او دي، ممكن لو خدتها من صفر لستة اللي فوق هيكنسل اللي تحت لان التو ارياز عكس بعض، لان انا اكني بقول لك بعمل شيء في اتجاه وبعمل قده بالظبط في الاتجاه المعاكس تحت الاكس اكسس، يعني بعمل حاجه في الاتجاه المقلوب. يعني لو ببذل مثلا، لو بدي قوه للامام فانا رجعت اديتها للخلف، انا بدي مثل طبعا عشان بس كل حاجه ليها نظامها. جميل. يعني دي لو طاقه، لا الطاقة الإجمالي بتاع الطاقة اللي بذلته فوق هيتجمع على اللي بذلته تحت. الطاقة أصلاً شيء مش فيكتور أصلاً، الطاقة سكيلر يعني. طيب تعالى هنا، هل الحياة وردية جداً إن إحنا بنستخدم دالة بسيطة زي ساين باي على 3 إكس؟ قال لك لا والله، أنا عايز أرخم عليك شوية، عايز أختبرك، فأنا ممكن أخلي الدالة تبقى عاملة كده، وبرضه اللي بيفهم هيقف عندها لحد ما يفهمها، مش هيجريها كده وخلاص. ما تتعاملش مع الرياضة إنها بلوكات يا معلم، هي مش كده والله. حاول تحس بالمعنى على قد ما تقدر، انا على قد ما يتسع المقام، احنا ممكن نقعد مع حاجه من دي 5 6 ساعات، ما عنديش مشكله، المهم تطلع فاهم. وده اللي مشايخنا بيعملوه، ودي الحاجه اللي في العلوم الشرعيه لابد ان تنقل لهذه العلوم الطبيعيه، طريقه الدراسه. الشيخ ممكن يقعد في بيت شعر واحد يشرح فيه بالاربع 5 ساعات. اذكر ان احد مشايخي شرح لنا البسمله في 5 ساعات ونص، اعرابا وصرفا وبلاغه وغير ذلك. المهم، ساين باي على 3 بدل ما هي اكس، بدل ما اخلي الاكس ده هو الفاريبل نفسه، طب مباشره كده الاندبندنت فاريبل اللي هيحصل له سويبنج، اللي هيتغير يعني بالسلايدر بتاعي يطلع وينزل يعني قيمته تتغير، لا انا ممكن اخليه هو نفسه يبقى فانكشن اخرى هي اللي تغير. يعني اكني عندي مكنه كبيره طالع منها دواره كده، انا اللي بدورها بايديا، بدل ما قلت ادورها بايديا قلت طب ما اوصلها بمكنه تانية ممكن مختلفه شويه هي اللي تدورها، ودي انا اللي ادورها بايديا، فلو دي دورتها انا بايديا تقوم مدوره المكنه الصغيره، والصغيره تقوم مدوره الكبيره زي صندوق تروس كده. جميل. ايه اللي بيحصل بقى هنا في الفانكشن؟ هي الفانكشن مكنه والله، انا قلتها بكده في فيديو كبير عندي بتاع بيتكلم عن الفانكشنز. ساين باي على 3 لو قلت اكس يبقى انت كده بتدور مباشره، يعني لو قلنا دي مثلا اف اوف اكس فانكشن اهي عباره عن ايه؟ ان في شيء انبوت هو الاكس ده الاندبندنت فاريبل، ده اللي انا بغيره مباشره، تبعا لذلك بيتغير الاوتبوت اللي هو ممكن نسميه اف اوف اكس، ممكن نسميه واي، ده اللي بنسميه ديبندنت فاريبل، يعني متغير يعتمد على تغير هذه الاكس.
بدل ما اخلي التغير مباشره بالاكس ممكن اخليه عن طريق فانكشن اخرى، فنقول مثلا عن طريق ساين تانية، والساين التانية دي انا ممكن اخليها ساين باي على 3 اكس. اه والله ينفع عادي خالص، كل ده جوه كل ده. يبقى دي لما تتغير هتقوم مغيره القوس الكبير اللي هو اصلا جوه ساين. ايه ده؟ اه ينفع، اه ينفع. طب السؤال، لو انت شفت المنظر ده هتقول لي دي داله ملعبكه، بس هيبقى عندك نفس المبدا البسيط اللي انا ورثته لك النهارده. انا كل حلقه عايز ادي لك بوينت فقط والله، والباقي كله هيبقى كلام حشو مفيد وانت متعود عليه اصلا، بس انا بطلعك بنقطه واحده تبص للداله تعرف هي فين النقط المهمه اللي على الكيرف. هنا لو قلت لك الاكس المهمه بالنسبه لنا قوي هي ايه، او اقول لك تخيل لي شكل الكيرف النهائي، تقول لي والله في هنا حاجه عماله تتغير، ومهما كان شكل تغيرها هيظل تغير شكل الكاونتر، يعني اكنها بتزيد بتزيد وتنقص عادي، يعني بتزيد هتاخد لو قعدت ازود الاكس دي الساين كلها هتزيد، وبالتالي البارامتر ده كله هيزيد، وبالتالي الساين كلها هتزيد في البدايه. وبعدها لو بدات الاكس تتغير بحيث ان الساين دي تقل، هتلاقي ان الاجمالي ده كله قل، وبالتالي الساين الكبيره كلها هتقل. يعني نقدر نقول بالتوقع كده ان ان شاء الله يعني باذن الله الكيرف برضو شكل الساين ما تغيرش. اه انا معاك فكره فعلا شكل الساين. امر التغير في ايه؟ ان البارامتر اللي هنا معدل مشيانه بقى مختلف، ما بقاش يمشي زي الاول زي الاكس 1 2 3 وهكذا، وطبعا الارقام اللي في النص لا، بقى يمشي بقفزات، بقى ليه نمط معين مختلف، بس ستيل معانا. يعني الفرق ايه؟ ان بقى بدل ما الاكس زمان كان بيحصل لها ايه، كان بتبدا مثلا من زيرو وتقعد تزيد مباشره بس كده، فكل ما الاكس تزيد وهي عماله تزيد كده اهو، الساين بتطلع في حبه، بعدها عند اكس معينه تبدا الساين تقل، بعد توصل للزيرو عند الثلاثه تقلب، وهكذا الاشاره تتغير وهكذا، طيب زي ما احنا اتعلمنا في الانجلز تحت المثلث القائم الزاويه عادي خالص. لكن الفرق ان هنا الاكس لما تتغير هتعمل الايفكت ده في الساين اللي جوه، وبدورها هتاخد هي كمان في الزياده، فبالتالي اكني في المنطقه دهيت الساين اللي جوه، احنا رسمنا الساين اللي جوه هي الصفرة، الكيرف بتاعها اهو في المنطقه اللي بتزيد فيها هيكون بالنسبه للي بره اكني اكس بتزيد. اه عادي اكني اكس بتزيد، إيه عندك اعتراض؟ اكس عاديه بتزيد، فايه اللي يحصل؟ فاللي بره هتقوم عامله هي ايه كمان، تعمل الايفكت بتاع ان الاكس بتزيد، فتلاقي حبه بتعلى وحبه تقل وحبه تعلى. لما كنت بتزود الاكس مباشره دايركت ما كانتش الساين بتزيد على طول، لا كانت بتزيد بعدين تنقص بعدين تزيد تنقص وهكذا تقلب اتجاهها. طيب ولما تخش في المنطقه دي هيبقى كان الاكس بتقل، طب وهي لما الاكس تقل في الساين بتعمل ايه؟ يعني بتبدا تكمل برضه، لو الاكس قلت برضه الساين بتكمل في الايفكت بتاعها. انت سواء رايح بالاكس زياده او بالنقصان في الحالتين الايه الساين شغاله معاك، الساين بترسم نفسها كامله، سواء بتزود الاكس او بتنقصها بيطلع الايفكت بتاع الساين. فكان عندي ساين جوه مهما كانت، على الرغم من انها ساين لكنها في الاخر جزء بيزيد وجزء بينقص، وفي الحالتين اكني حاطط برضو اكس. فنقدر نقول ان الاجمالي بتاع الداله دي هيفضل برضو شكل الساين، بس ممكن نقول ايه، هتبدا تنكمش على نفسها شويه، تتغير في شكلها شويه، يحصل لها سكيلينج بشكل معين مش عارفين نكتشفه، محتاجين نعمله داتا سيتنج، يعني محتاجين نحط بيانات او قيم ونرسمها، وده هنعمله باي جرافين كالكوليتر، مش محتاجين نعمله يدوي النهارده، احنا معانا بالفعل اله حاسبه، ما تعملش حاجه هي بالفعل قادر تعملها النهارده الا لو وراها كونسبت. طيب فمتوقعين ده يطلع شكل الساين برضو. الرقم المهم ده اللي انا عايزك تطلع بيه النهارده، تحدد الرقم المهم هو ايه؟ 3 برضو. ليه؟ لان لو حطيت الاكس ب 3 جوه خالص هتخلي ده كله ساين باي فقط اللي هي زيرو، فيتضرب في ده يبقى زيرو، فاللي بره يبقى ساين زيرو، يبقى بنقدر نقول انها برضو عند ال 3 بتقفل، بس هيبقى شكلها مثلا عامل كده. انا بقى اقول لك هي تخمينا مني انا هيبقى عامل كده. ليه الانبعاجه دي؟ او ليه انا توقعت الشكل اللي بيحصل ده؟ والله هتاخد وقت. بص انا متوقع، هقول لك حاجه انا متوقعها، انا 100% هتحصل، ان احنا بدل ما كنا بنطلع كده اهو بسرعه 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 بالساين واحده، ساين واحده كنا بنطلع بيها ازاي اهو، استنى شايف الصعود سريع ازاي والهبوط، قصدي الصعود خد وقت والهبوط خد وقت. انا متوقع انك كل ما تزود ما تحط ساين جوه تانية زي دي انت بتسرع العمليه. بص خلينا في اللي احنا فيه عشان انا مسحت اللي كنت كاتبه عشان هيطول معانا جامد. ممكن قول لي في تعليقات لو انت حابب نعمل حلقه كامله عن الجرافينج، عن الرسم، عن المنحنيات، انا هموت واعمل ده باذن الله، وان شاء الله هنعمله نتعمق فيه بالرؤيه الخاصه اللي انا اوريك اللي في الكتب، اوريك احنا المفروض نفهم اللي بين السطور ازاي. المهم فانا كان توقعي الرئيسي اول ما شفت الشكل ده من اول ما شفت الفانكشن دي ان الزياده مش تبقى زيها زي الاكس. الاكس لما تزيد دايركت لكده هي الاندبندنت فاريبل هتزود الساين بالشكل ده، شكل نوعا ما بطيء شويه، يعني خد وقت هنا اهو عشان يوصل للبيك، وخد وقت برضه عشان ينزل. لكن لما اخلي الساين هي اللي جوه اللي بتزودني، ده كده الاكس بتزود ساين والساين هي اللي بتزود الساين اللي بره، فهتلاقي ان ايه اللي حصل، الزياده بقت اسرع. ليه؟ هتلاقي المنظر بقى عامل كده، انا متوقع ده جدا، هتلاقي المنظر قرب بقى كده اهو مثلا،
وبعدها بقى ينزل. يعني ايه اللي حصل؟ بقى يطلع بدري وممكن يقعد فوق حبة، وبعدها ينزل بدري ينزل في مدة صغيرة. هتلاقي ان مع الوقت، وده هقول لك ليه طبعا، ليه بدأت الكلام برقم ثلاثة اللي قعدنا نتكلم عن اهميته. انا بقى لو سألتك دلوقتي سؤال حلو قوي، ماذا تتوقع ان يحدث لو كانت الفانكشن هكذا ساين باي على 3 بدل اكس؟ قمت قايل لك لا، ده جواها قوس تاني، ممكن نعمله كده ساين بدل ما جواها باي على 3 بس، لا ده جواها اهو باي على 3 في، او ممكن نعمل ازاي الاقواس، استنى هقول لك. ساين باي على 3 قدامها باي على 3 في ساين، قدامها باي على 3 في ساين، قدامها باي على 3 في اكس. اقفل القوس بتاع اللي جوه، القوس اللي وراه، القوس الكبير خالص. جميل جدا. ايه اللي انت متوقعه يحصل؟ انا كده الاندبندنت فاريبل هيغير في الساين دي، فهتغير في الساين اللي بعدها، فالكبيره دي خالص هتغير في الساين الكبيره خالص. وكان انا بص اقول لك حاجه من اتنين، انت ما قدامكش غير احتمال من اتنين، يا اما اضافه الساين اللي جوه بدل الاكس، يعني لما نضيف ساين هي اللي تغير المكنه الكبيره بدل ما الاكس كانت بتغيرها دايركتلي، ده هيعمل حاجه من اتنين، يا هيخلي الفانكشن تطلع اسرع يا هيخليها تطلع ابطا، مفيش حاجه تالته، صح كده؟ واحنا على فكره عندنا معلومه لذيذه جدا، انا لو قلت لك ارسم ساين اكس وارسم بعد كده ساين اكس على الاثنين، ايه اللي هيحصل؟ دي لما تيجي ترسمها هتلاقي الكيرف عامل كده، بيقفل عند مين؟ عند الباي، صح؟ بيعمل كده اهو. لكن دي لما تيجي ترسمها هتلاقيه بيقفل عند مين؟ ساين اكس على الاثنين، حطينا نص، النص ده يعمل ايه لو انت جدع؟ هتقول لي انا كده كده هوصل للصفر لما ده كله يبقى باي، يبقى المفروض اللي فوق يكون كام؟ يكون 2 باي، يعني لما اوصل عند 2 باي هتلاقي الفانكشن بتعمل كده. واخد بالك ايه اللي حصل؟ دي عند 2 باي كانت بتخلص دوره، دي بيكون لسه خلصت نص دوره فقط. ايه ده يعني؟ عشان 2 باي على الاثنين، يعني المهم ايه اللي حصل؟ لما بتقسم على رقم او تضرب في فراكشن كسر، الفانكشن حصل لها ايه؟ اتمطت. عايز تتاكد؟ تعالى امسح ده، امسح ده، ارسم ساين. انا قاعد فاضي والله، بص انا اصلا مش محضر اي حاجه ولا في اي حته، عشان كده يعني استحمل ارتجالي والله، ان انا لو انتظرت المثاليه مش هصور لك اي حاجه. اهو بيقفل عند الايه؟ الباي الواحده. طب خلينا نرسم ساين اكس على لا مش كده، ساين اكس على الاثنين. جميل، بص ايه اللي حصل؟ بقى يقفل عند ايه؟ عند الاثنين باي، بقى يعمل اللي كانت بتعمله دي عند الباي، بقى هو يعمله عند الاثنين باي، عشان اثنين باي على الاثنين تديني باي قدام الساين، وده اللي بيبقى بصفر. انا يهمني الاوفر اول انجل، الانجل الاجماليه. طيب لو عملنا بقى العكس، لو قلت لك انا عايز ساين 2 اكس، ده معناه ان انا برضو يهمني دي هتقفل عند الصفر لما يكون ده كله بباي، يعني الاكس الواحده تكون بكام؟ باي على الاثنين، فتلاقي الفانكشن بقت تقفل عند الباي على الاثنين بسرعه جدا، فبقت تعمل كده اهو، دي باي. يعني اللي هنا اللي كانت بتعمل نص دوره، هنا بقت تعمل فيها دوره كامله، دي بقت اسرع. نقدر نقول لما بنضرب في رقم فوق الواحد بيبقى الساين بتبقى مور فاست، بتكون اسرع، لكن هنا بتكون سلوور لما بتكون قاسم على رقم. القسمه او انك تضرب في فراكشن اقل من الواحد بيخليك سلوور. طيب في حاجه تانية برضو جت على بالي، تعالى اقولها لك يمكن تفيدك. والله انا اللي بقوله ده حاليا احنا قاعدين مع بعض، فممكن اللي اقوله يفيدك في المساله وممكن ما يفيدكش في المساله، احنا اتفقنا مش لازم الفيديو يبقى بنحل المساله فقط. عايز اقول لك حته تانية جميله جدا، لو انا قلت لك على سبيل المثال ساين اكس وقلت لك ارسم لي الكيرف بتاعها، فاكر يعني ايه مجال؟ مجال يعني القيم اللي ينفع اقعد بيها مكان الاندبندنت فاريبل اللي هو الاكس دي، دي ينفع تاخد اي قيمه، ينفع احط 0 1 2 3 باي 1000 باي اللي انا عايزه. يعني الدليل على كده ان انا بقدر احط اي قيمه، ومهما تحط اي قيمه من دول بتلاقي لها قيمه عند الكيرف بتاعك. يعني لو قلت لك دي بطلع الاقي نفسي موجود عندي منحنى، موجود فعلا ليا نقطه في اوتبوت موجود عند هذا الانبوت. لو قلت لك الانبوت ده هتلاقي ليه اوتبوت، طيب الانبوت ده ليه اوتبوت، طب ده ليه اوتبوت اللي هو النقطه نفسها الزيرو اللي انت واقف عندها، وهكذا. فانا الاكس بتاعتي مسموح بيها باي قيمه، لكن المهم بقى ايه؟ مهما اخترت من قيم الاكس لن تعلو فوق الواحد ولن تهبط فوق تحت السالب واحد، ده بنسميه الرينج. فالرينج بتاع الساين من سالب واحد لحد الواحد بيطلعوا معايا فنقدر نقفلها كده، لان انا لو قلت ساين باي على الاثنين ده بيديني واحد، فهمت الفكره؟ وساين سالب باي على الاثنين ده بيديني سالب واحد. ليه؟ لان اصلا الساين داله قطب بيطلع السالب، ده كلام حلو جدا. طب انا عايز اقول لك بقى حاجه حلوه، لو انا قلت الساين اكس دي، ده المهم بقى اللي فات ده انت عارفه، لو انا قلت لك ساين بدل ما هي قدامها اكس تقدر تروح من اي قيمه لاي قيمه، خليتها قدامها ساين اكس. عارف انا ايه اللي عملته؟ الساين اكس اللي جوه دي بدل ما انا كان زمان في اكس اقدر احط مكانها اي قيمه في الدنيا، دلوقتي انا بقى عندي ساين اكس اخرها اصلا بتلعب من كام لكام؟ بتلعب من سالب واحد لحد الواحد،
فركز في الحته دي تاني معلش. انا بدل ما زمان كانت الصاين الكبيره قدامها كل الارقام متاحه انها تخش لها وبنجيب بقى ليها الصاين، فكنت ممكن اجيب صاين واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه اي ارقام، وباي وخمسه باي وعشره باي. دلوقتي لا، وكنا بنقول لك ساعتها ان مهما تعوض بقيم كبيره او صغيره في حالتين اخرك واحد وتحت اخرك سالب واحد. دلوقتي لا، ده انا عملت حركه جامده جدا، انا عايزك تتوقع لي ايه اللي هيحصل. بدل ما انا كنت بعوض بالقيم دي كلها، لا انا هحط القيم دي جوه صاين، جوه اصلا الانبوت ده. فالصاين اللي حطيتها هنا ودي بقى كانبوت اخرها هتطلع كام؟ سالب واحد لواحد، وبالتالي الصاين الكبيره اصبح الانبوت بتاعها محصور within the range of 1 ونيجاتيف 1. اقصى حاجه هتخش لها كانبوت، مش كل القيم ولا حاجه، اللي هيخش لها كانبوت هو واحد وسالب واحد بس، مش الاكس. واحد يقول لي اذا هاجي ارسم الكيرف بتاع الكبيره هرسمه من اول سالب واحد عند الانبوت للواحد، لا طبعا لا يا صديقي. كده كده الاكس دي، الاكس بنرسم اصغر حاجه جوه خالص، هنرسم مش بنرسم الانبوت الكبير. عارف انت بتقول ده صح امتى؟ والله العظيم ده انا لو هحط امتحان لطلبه شرحت لهم صح، ده انا هفحطه اسئله. هقول له ايه؟ هقول له انا عايزك ترسم لي الساين اوف ساين اكس، ارسمها لي مع الساين اكس. طبعا انت دلوقتي يا لهوي مين ده؟ ايوه عادي يا حبيبي عادي، ايه المشكله؟ انا بقول لك دلوقتي اعتبر ان ده هو الاندبندنت فاريبل على بعضه وده هو الديبندنت فاريبل على بعضه. هيتغير ده ازاي؟ تبع التغير ده قلنا ان ده الانبوت اللي بيخش لي اقصى حاجه ليه اصلا كام؟ سالب واحد واحد. فتيجي اهو سالب واحد واحد، اللي هيعمل ده ويرسم لي الكيرف في المنطقه دي بس هوديله على طول فول مارك، حتى لو رسم اي حاجه انا مش فارق معايا، فارق انك بتفهم. لكن في طالب بقى على السول قام عامل ايه؟ قال لي عادي اهي يا مستر. اقول لك يا نهارك ابيض، يعني في قيمه على النقطه دي على الاكس اكسس، مش بقى الاكس اكسس، على الهوريزونتال اكسس اكبر من الواحد. ازاي يا حبيبي؟ ده الهوريزونتال اكسس ده اسمه ساين اصلا. فهمت الفكره؟ اللعب بالداتا طريقك نحو فهم هذه الامور. فاحنا هنا بنقول لك لا، احنا بنرسم مع الاكس اصلا، في جميع الاحوال بنرسم مع الاكس نفسها. فكده كده الاكس تاخد اي قيمه، بس احنا بنفهمك بقى هذه القيم كلها هتخش على حاجه على مكنه صغيره، هتطلع المكنه الصغيره دي اخرها سالب واحد وواحد، فالمكنه الكبيره اخرها هيخش لها انبوت كام؟ من سالب واحد لواحد. وبالتالي المكنه الكبيره مش هتطلع بعد كده الرينج واحد لسالب واحد ولا حاجه، ليه؟ لان انا اصلا اخري اقصى حاجه هتخش لي واحد، فتعال نشوف اقصى حاجه كده كام؟ اقصى حاجه واحد، واقل حاجه خالص ان يكون داخل لي سالب واحد. طيب تعال نشوف كده لما نعوض ساين واحد، طبعا بالراديان، شغل الاله شيفت مود واختار اربعه راديان عشان يبقى شغالين بارقام راديان، مش 1 ديجري، هي 1 راد. جميل، ساين واحد قال لي بكام؟ قال لي 8 من 10. يا نهار ابيض، لا ركز معايا، يعني ايه الكلام ده؟ يعني اقصى انبوت للمكنه الكبيره ما بيطلعش الاوتبوت بتاع الرينج الطبيعي للساين ده، هبط. يعني نقدر نقول الرينج نفسه هبط لان الانبوت بتاعتي دخلت على انبوت على حاجه داخليه، الحاجه دي الاوتبوت بتاعها هو الانبوت بتاع انا كداله كبيره، وبالتالي الانبوت الرينج بتاعه او البيريد بتاعتي قلت كانبوت، بقت بدل ما هي كل الارقام بقت من سالب واحد لواحد، فبقيت انا كداله كبيره كساين كبيره الاوتبوت بتاعي ما بقاش من واحد لنيجاتيف 1، لا بقى اقل منه، بقى 84، لان الدخل اللي جاي لي قل، بدل ما كان بيجي لي 10 كيلو سكر و100 كيلو سكر بقى كيلو كيلو وسالب كيلو بس خلاص. فهمت الفكره ايه؟ فالاوتبوت اللي طالع من سالب 0.84 وتحت نفس الكلام بس بالسالب. ده الرينج الجديد. يعني ايه؟ يعني لو قلت لك بقى ارسم لي الساين اوف ساين اوف اكس هتقول لي استنى انا الراجل بيفهم بقى، هقول لك ارسم لي دي مع الاكس، فتيجي تقول لي استنى الاكس ليه تاخد اي قيمه؟ مفيش مشكله، بس لما الاكس تخش ده تاخد اي قيمه هتطلع اللي جوه ده اخره ان الساين دايما الرينج بتاعها واحد لسالب واحد، يبقى الكبيره اللي بره دخل لها كام؟ من واحد لسالب واحد، يبقى اخرها هتطلع كام؟ ساين واحد وساين سالب واحد، ما هي ساين كل ده وده كله عمره ما هيطلع باكبر من واحد او اقل من سالب واحد، يبقى الرينج اللي هطلعه بالساين الكبيره اخره 8 من 10 واخره تحت سالب 8 من 10، يبقى هتلاقي الساين عامله كده اهو. ده كام؟ اوعى تقول لي واحد، لا ده سالب، ده موجب 8 من 10 تقريبا 84 يعني، وده سالب 8 من 10. يبقى نقدر نستنتجنا قاعده من غير ما نروح للاله الحاسبه، وهي ان انا لو خليت اللي جوه رينج الانبوت بتاعه يقل هتلاقي ان اللي بره الاوتبوت بتاعه الرينج اللي بيطلعه قل هو كمان، يعني بتتبطط، هتلاقي الداله بتتدك كده فوق بعضها، وده يقودنا لنقطه خطيره جدا. طب ما انا ممكن العب اللعبه دي بقى، ده احنا بقى فاضيين. نقول لك ايه؟ احنا ما بنصدق كناس كماثماتيشنز ما بنصدق نلاقي مدخل بوابه نخش على طول ما بنخافش، فنقول لك خلاص احنا كده عرفنا سكه. شفت لما نقول لك سكتنا له دخل بحماره؟ احنا كل الرياضيين بيعملوا الحركه دي، الرياضي لو السكه سلكت بيخش بحماره. ازاي؟ والله انا اكتشفت ان الساين لما حطيتها كده قللت الانبوت، وبالتالي اللي بره ده الرينج بتاعه هبط، طب انا ممكن اهبطه اكتر. ازاي؟
اقول لك بدل ما الاكس تبقى كده خليها كده. الله، بس خلاص ولا تضايق نفسك. ده انا حطيت الاكس اهي، خلينا نحوطها كمان. الاكس اللي هي الاندبندنت فاريبل بيغير ساين، مكنه صغيره تخش الاوتبوت بتاع الاوتبوت بتاعها هيخش كانبوت للمكنه الاكبر، الاوتبوت بتاع المكنه الاكبر هيخش كانبوت للمكنه الاكبر واكبر. اجي اقول لك ارسم، تقول لي ارسم مين مع مين؟ ده احنا ممكن اسالك في الامتحان. فانا ممكن لو دكتور بدرس الماده دي او حد او بدرسها في يوم من الايام، انا ممكن احط لك الفانكشن دي والعب معاك في الرسم بقى، رقم فهم كده، اقول لك ارسم لي دي مع، عد بقى ارسمها مع الاكس، وارسم لي مره تانية الفانكشن دي كلها مع الساين اكس، ومره تالتة مع الساين اوف ساين اكس، ارسم الثلاثه كيرفز دول اشوف انت فاهم ولا مين ولا راح فين. طبعا مش فاضي نعمل ده دلوقتي، هو سهل اظنك من اللي فات تقدر تعمله اصلا. بس الشاهد بقى من الكلام ايه اللي حصل هنا؟ هتقول لي الاكس دي زمان كانت تاخد اي قيمه، الاكس اهو بتاخد من زيرو وانا طالع اي قيمه براحتي، وكمان مش من زيرو، موجب وسالب براحتي، يعني ممكن اعمل كده اهو، الاكس دي بتاخد زيرو وانا نازل وانا طالع، تاخد كل القيم. فلما كنت بحط كل القيم كان ليا ان الساين الواحده دي اخرها تطلع من الرينج بتاعها من سالب واحد لحد واحد. طب لما دخل من سالب واحد لحد واحد للساين اللي وراها، هتلاقي الساين اللي وراها مش هتطلع الاوتبوت او الرينج بتاعها، مش هيبقى الواحد من مش هيبقى من سالب واحد لواحد، لان الانبوت نفسه قل، بقى الرينج الانبوت من واحد لسالب واحد. فايه اللي هيحصل؟ هيطلع الاوتبوت من سالب اهو، هيطلع الاوتبوت بتاع دي من سالب 8 من 10 زي ما اتفقنا في اللي فاتت لحد 8 من 10. طب لما ده بقى يخش كانبوت للساين الكبيره اللي بره، هيبقى قوم رايح جايب الاله واشوف ساين 8 من 10 اللي طلعت دي بكام؟ قال لي ده نقص، الله اكبر. يبقى كل ما الانبوت ينقص لاحظ ان الدعه بتدك اكتر، بتنزل اكتر، يعني 74%. يبقى ده اللي بره الخارجيه دي كلها هيطلع اخرها 74% فوق وسالب 74% تحت. حلاوه يا حلاوه. يعني ايه اللي حصل؟ يعني لو جيت ترسم الفانكشن دي هترسم رسمه ساين عاديه خالص، بس بتعمل كده بقى، بص اللي بيحصل. واجي اسالك اقول لك ده فين؟ اوعى تقول لي واحد، لا وعد، دي 7 من 10 او 74%، لان انا برسم دلوقتي الكيرف بتاع الساين الكبيره خالص، ساين اوف ساين اوف ساين اوف اكس. فهمت اللعبه؟ يبقى احنا طب واحد يقول لي استنى، لما بتنزل لتحت ليه ما بترسمهاش طبيعيه؟ لان بص بقى ركز في الحته دي، احنا عندنا عارف لما تكون زانقينك من طرفين، لما تكون زي ما العرب بيقولوا بين فكي السبع، انا عندي حاجه اللي هي نقصان البيريد بتاعت الانبوت بيؤدي ان انا قيمه الرينج بتاعي بتنقص، بتدك من فوق ومن تحت، بس في نفس الوقت انا حد رابطني من هنا وهو اني لازم ابقى دايما بترمينيت عند الزيرو عند نفس القيمه وهي زيرو مثلا في الحاله باي، قصدي في الحاله دي، فانا مربوط مع الباي، انا لازم افضل عند الباي. طب لو انت فضلت عند الباي وانا عمال ازقك من فوق ايه اللي هيحصل؟ طب لو انا ثبتك عند الباي وعمال ادك عليك من فوق، قدامك حاجه من اتنين، لو انا بزقك، لو انا عمال ادوس على المكان ده من فوق لازم يا اما هيوسع فيعدي الباي، وده ما ينفعش لان احنا متاكدين ان المكان ده كله كل الفانكشن دي هتصفر عند الباي برضو، لان الباي تصفر اللي جوه فيصفر اللي وراه فيصفر اللي وراه، او مثلا لو كانت حاجه تانية عند ثلاثة عند أربعة، شوف انت ايه اللي بيصفر، احنا اتعلمناها فوق، لكن ده مش هينفع، احنا مش هينفع نعدي الباي دي. طب ايه الحل التاني؟ ان انا اما ادك ابدا اسرع البروسيس، اكني بلوزه، عارف قدامك قطعه بلوزه، مع ان انا ضد الطريقه دي في الشرح، بس اظن دلوقتي رابطها مع كلمه داتا، اما تزقني من فوق اعرف ان انا هسرع الاوبريشن دي عشان اواكب اللي انت عايز تعمله. لما تقول لي انا عايزك بدل ما كنت بتوصل حتى بلغه الانرجي، بدل ما كنت بوصل للواحد فوق لقيتك عايز توصلني لليفل اقل، فهضطر اعمل ايه؟ هوصله بسرعه واقعد عنده مده عشان ابذل نفس المقدار في الاخر، عشان كده تلاقي ان اللي هنا ده في الاخر المحصله النهائيه تقترب منها هي هي جدا. فانت لما تزقني من فوق ومش قادر اتحرك من هنا، ما قداميش حل غير ان انا البروسيس تسرع، فتلاقيني بطلع بسرعه جدا، بقعد فوق شويه بنزل بسرعه جدا. ده نتيجه ايه اللي احنا عاملين نحكيه بقى؟ طيب قلت لك قبل كده الماثماتيشنز بيعملوا ايه؟ سكتنا له دخل بحماره، يعملوا ايه؟ يقول لك ساين اوف ساين، ما يسكتش، ساين اوف ساين اوف اكس، بس كده. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، الاكس دي هتخليني جوه، انا ليه عمال اكمل معاك بالتفصيل؟ عشان اوعى تفكر ان ده هيستمر لما لا نهايه. واحد يقول لي يبقى كده ايه، هوصل في الاخر ان انا هتدك على الاخر. بص بقى انت دلوقتي لو استنتجت دي، وربنا تبقى عبقري، تبقى راجل بيفهم. واحد اقول له طب هنقفل امتى؟ هنخلص الليله دي امتى؟ هفضل ازود وده عمال يتدك لتحت وده يتدك لفوق كده، يعني عاملين يقفلوا على بعض لحد ما المس الارض. اقول لك لا، ما في فانكشن هتلمس الارض ازاي؟ انت لو لمست الارض يعني الاوتبوت زيرو، ده عارف عامله زي ايه؟ فاكر الحل اللي كنا بنعمله اكسكلودنج، استبعاد، لان الفانكشن دي كلها ما ينفعش تطلع بزيرو. فايه اللي بيحصل؟ والطاقه دي هتروح فين؟
فتقول لي مفيش حل ساعتها غير ان انا اوصل ان اقصى حاجه اقدر اوصل لها ان الكيرف يبقى عامل كده. بص لو رسمته في مخك قبليه تبقى جدع والله. لو قعدنا نحط ساين قدامها ساين قدامها ساين قدامها ساين، هيفضل الرينج يقل يقل يقل، مش للا نهايه ولا حاجه، مش هيوصل للزيرو، هيوصل ان يبقى ان انا ما قداميش حل غير ان انا اطلع باسرع ما عندي، يحصل امبلس فتلاقيني عند الزيرو قمت نفض لفوق على طول ومشيت مشيت مشيت لحد الباي اللي انت رابطني عندها ونزلت عند الزيرو عند الباي اهو، واكمل الناحيه الثانيه واكمل الناحيه اللي فوق وهكذا. يعني لو قعدت اضيف ساين جوه ساين جوه ساين اقدر من غير اله حاسبه استنتج الشكل ده. بس تهدى وتفكر. انا عارف انك بتقول لي انا مستحيل اجيب الكلام ده كله لوحدي، بس انت شايف ان عملنا حاجه صعبه؟ اصلا الكلام ده فيه جزء كبير جدا من الابروكسيميشنز، يعني انا مش بقول لك كلام اكزاكت يعني صحيح 100%، انا بقول لك من بره كده. انت على فكره اغلب علماء الرياضيات بيعملوا الحركه دي، يعني بيتخيل المشهد بشكل مبدئي حتى لو في خلل، وبعدها نبقى نصلحه باي كالكوليتر باي برامج كمبيوتر الى غير ذلك، او حتى زمان نصلحه يدوي. بس المهم نفهم المبدا العام ده. كده يقودنا الى حته خطيره جدا، ان انا كده كده مربوط من البوينت دي، وانك كل ما تضيف ساين جوه انت بتقلل البيريد اللي بشتغل عليها من الانبوت، وبالتالي الرينج بيقل، يعني عماله تدك من فوق ومن تحت، عماله ايه الضغط. بس في نفس الوقت ده في طاقه ما ينفعش اضيعها، فيحصل ايه؟ هتجبرني اطلع بسرعه عشان اواكب ان انا افضل عندك بنفس المقدار ده فتره طويله. يعني هديك مثال، بدل ما الساين كانت بتعمل كده، يعني مثلا جنيه و2 جنيه و3 جنيه مع 4 جنيه مع 5 اللي هي الكبيره خالص، قال لك لا 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 ما عنديش الرفاهيه دي، ده انت خليتني ما اوصلش لاعلى قمه، بس انا محتاج اسدد نفس اللي عليا. فما فيش حل غير ايه؟ لو قلت لي ان القمه دي مثلا هي المده، فانا ما عنديش الرفاهيه ان اسدد في نفس المده، ده انت ضغطتني في الوقت، فما فيش حل غير ان انا اطلع بسرعه جدا واسدد لك. بص على الطريقه عملت ايه؟ خمسة في خمسة في خمسة في خمسة عشان احاول اواكب اللي انت طالبه مني، ده انت طلعتني النص المسافة بس. فلازم ايه؟ عشان بدل ما انا كنت بوصل زمان للواحد مستريح بقيم متدرجة، دلوقتي انت عايز نوصل لنص المسافة وفي نفس الوقت اقفل عند نفس القفلة، فهضطر اديك خمسات كتيرة، هديك زي البيك كده كتير. انا بدي مثال طبعا، يعني محتاج اثبت عند القمة كتير، بس مش نفس القمة، القمة نفسها نقصت. صح، يقول لي لو ثبت عند نفس القمة هتبقى اكتر من الدالة الاصلية زي وانت ضغطت. اقول لك لا، انا طلعت بسرعه، فبدل ما ده كان واحد بعدها اتنين، لا بقى مثلا والقمه كانت خمسه، لا ده انا اديتك اتنين ونص في اتنين ونص في اتنين ونص، اكني جبنا الافريج. عارف الافريج؟ اكنها مجازا جدا جدا. يعني تذكر ان ده كله هدفه تفهيمك فكره الجرافنج بشكل منغبش من بره، عشان بس ما واحدش يمسك في التعليق يقول لي مثلا على فكره انت في الرقم الفلاني المفروض تبقى سته بدل سته وربع. مش انا مش بعمل ده اصلا. طيب ما نيجي نلعب لعبه سهله. امتى ده يحصل اكزاكتلي بدقه شديده؟ لما احط ساينز لا نهائيه، اقول ساين اوف ساين اوف ساين تك 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 تك، في الاخر ممكن نحط ساين اكس كده ونقفل. طبعا غلط ان انا احط اقواس مقفوله على حاجه لا نهائيه، بس احنا بنقولها يعني زي ما قلنا كده كده في ارض الواقع ده بيبقى 100 ساين 50 ساين ومش محتاجين اكتر منهم اصلا. اللا نهايه في الرياضه يا معلم هي الرقم اللي نوصل عنده ويكون الابروكسيميشنز مقبوله، فانا هوصل قرب بشكل المستطيل، بس ده اللي انا عايزه. يعني اللانهايه الوهميه دي مش توصل لها، هي اسمها اللانهايه. والوصول للانهايه، الوصول لنهايه ما ليس له نهايه، ده من العبث، ده من الجمع بين التناقضات اصلا. فنقدر نقول نعمل كده اهو، ونقول ان دي ان ساينز، عشان لو قريت الكلمه دي يعني عدد ان من الساينز، حيث نقول كده اهو ان اللانهايه مش رقم، فبنقول على طول بره الليمت، حيث ان الان بتنس تو انفينيتي يعني كتيره جدا. فلما تشوف الشكل ده ما تتخضش، خليك بقى كبير بتعرف تقرا كتب الرياضه المحترمه، فلما تقرا الجمله دي تفهمها دلوقتي. طب ده كلام حلو قوي، يعني كلام زي الفل، تيجي نجرب؟ نجرب، احب انا اجرب، يلا بينا. بسم الله، نجيب القلم، هنقول له عايز ارسم ساين، نبدا باكس اكس عشان تبقى سهله. طيب قال لي تمام، بترمينيت عند الباي، يعني الباي بوصل عند الزيرو عندها، ولو صغرت هتلاقي المنظر الطبيعي اللي احنا حافظينه كلنا. هقول له طيب انا عايزك بدل ما الاكس هي اللي بتتحكم فيا، هي الاندبندنت فاريبل، اخلي ساين اكس هي اللي تتحكم فيا. قال لي استنى، قال لي والله تمام، بس بص ايه اللي حصل دي لو ما لاحظتهاش لوحدك تبقى فيها مشكله. نزلنا عن الواحد وثبتنا فوق شويه، خلي بالك ده مش الكيرف الطبيعي، الكيرف الطبيعي ما بيثبتش، بيبقى طالع اسرع من كده، يعني طالع قصدي مستريح عن كده. هنا احنا طلعنا بسرعه، بص طلعنا بسرعه والقيمه قلت عشان يبقى كتير. بص بص بص، وقفنا فوق فتره حلوه عشان في الاخر نترمينيت برضو عند الباي. اهي الباي بالظبط، انك لو حطيت باي جوه يبقى ساين باي بزيرو، زيرو مع الساين الكبير يديك برضو زيرو، يبقى انا بترمينيت فعلا عند الباي، مش تختلف دي عقده في المنشار محشور فيها انا. فايه الحل؟ هتلاقيني عمال اتدك لتحت
وازداد شاربنينج عند الاطراف، حديه. فتعال نجرب بقى، هقول له طيب مش عايز الاكس هي اللي تاثر عليا، عايز ساين وبعدها ساين كمان وبعدها ساين كمان وبعدها ساين كمان. لو متوقع اللي بيحصل تبقى جدع وقول لي اكس. الله جميل قوي. بص اللي حصل، نزلت لحد فين؟ نزلت لحد 55%. طيب شفت لما عملتها جامد جدا وصلت لحد هنا، على فكره انا ممكن اكمل بنفس المنوال واوصل لحد اروح عند الاكس. عايزين نرسم عدد كبير بقى، فهقول له اعمل قوس كده اهو، امسح الاكس دي وحط جوه القوس ده كل الاقواس تاني. ده عمال ينزل اكتر، بس في نفس الوقت ماله بيطلع اسرع وبيقفل عند الباي في الاخر برضه، ده مشترك عند الجميع. طيب انا وقفت، اظنك لحد هنا انت فهمت الكيرف اللي فات بشكل عام تبع اللي احنا قلناه. خلينا بقى في الكيرف بتاعنا لان ده مهم، ده اللي احنا هنشتغل عليه فعلا، اللي انا عايز الكيرف اللي بيترمينيت عند الثلاثه. فهحط ساين. بص بقى تعالى، انا عايز ساين الداله بتاعت، هي فين القلم؟ الداله بتاعتنا اللي هنشتغل عليها النهارده بقى كانت ساين باي على الثلاثه في اكس. بدل ما هقول اكس هقوم قايل ساين ثانيه، بدل باي على الثلاثه في اكس هقوم قايل باي على الثلاثه في ساين ثالثه، باي على الثلاثه ساين رابعه، خمسه سته، لحد ما نحط اكس في الاخر ونقفل كل الاقواس دي ورا بعض. الداله دي هي بتاعت النهارده اللي عايز اشتغل عليها، وبرده الاكس في الاخيره دي هيبقى جنبها باي على الثلاثه، صح؟ دي اخر باي على الثلاثه ممكنه اللي بعد اللانهايه لما نحب نوصل لها يعني. لو حطيت دي بثلاثه هتكنسل لك دي مع دي ويبقى ساين باي بزيرو ويصفر لك كل اللي ورا، يبقى احنا فعلا هنقفل عند الثلاثه برده. تعالى نتاكد دي بقى، انا عايز ارسمها بالتفصيل لان اللي فاتت فيها استثناء مش عايز اشرحه. هنقول ساين اوف باي اوفر 3 في اكس، رسم لك داله الساين العاديه خالص بس بتقفل عند ايه؟ عند الثلاثه، لان الثلاثه لما تحطها هنا اهو تغير لك دي مع دي تفضل لك ساين باي اللي هي زيرو. طيب ايه اللي انا هعمله بقى؟ هقول له انا عايزك تمسح ده كده اهو، حط ساين ثانيه، وجوه الساين الثانيه دي حط لي برده باي على الثلاثه. فممكن لو واخدين دي كده كوبي وحط جنبها بدل اكس، لا حط ساين تانية وافتح، حط باي على التلاتة حط ساين كمان افتح، حط باي على التلاتة حط ساين كمان افتح، حط ساين على التلاتة. ممكن تحط اكس في الاخر. ايه اللي انت ملاحظه بقى؟ ان انا برضو بقفل عند التلاتة بس عمال انزل لتحت انزل لتحت. لحد فين؟ لحد ما تلاقي الشكل عمل شبه مستطيل، اكنه مستطيل. ده بعد قد ايه بقى؟ بعد الكتير قوي يعني، بعد زمان، بعد كتير. ممكن ناخد ده كله كوبي ونحطه جوه في النص بيست عشان نكترهم بسرعه اهو. همسح الاكس دي، حط ده كله جوه. ممكن امسح دي تاني، دي مش صح. واخد بالك ايه اللي بيحصل؟ في كارثه بتحصل هنا، بس عمال يقترب من شكل معين خطير، شكل عظيم. هيقترب ان هيكون الحواف دي اكزاكتلي مقفوله، فيبقى ساعتها الاريا اندر ذا كيرف من صفر لتلاته اللي هو التكامل بتاعنا بقى. انا اصلا ده التكامل اللي نسيت اقوله لك، تكاملنا النهارده عايزين نكمل الداله الخزعبليه دي، بس مش عايز احفظها لك بطريقه وخلاص. انا ممكن احلها ورب والله العظيم في 13 ثانيه، تصدق وهوريك ده في الاخر، بس مش فاهم حاجه. فانت ساعتها هتوصل ان هيبقى الشكل كله عباره عن مستطيل، فالمساحه هتبقى القاعده في الارتفاع او الطول في العرض، يعني 3 في نص، يعني 3 على 2. دي اجابه التكامل على فكره، من صفر لتلاته. طيب بس كده، فهتبقى ساعتها وصلت للاجابه بس بشكل منطقي شويه. ده لو انت معاك كالكوليتر. انت دلوقتي راجل مش لازم، انت مش داخل مسابقه، انت مش هتحل المساله دي في مسابقه، انت هتحلها في بيتك وانت بتعمل اناليسز. فانا عايزك تبقى قوي ومعاك ادوات بتساعدك، مفيش مشكله. بص انا عمال اكتر الموضوع بيوصل لايه، بيقرب جدا من الشكل اللي احنا ما عايزينه. ايوه انا عمال اخد واحط اخد واحط جواه. احنا دلوقتي وصلنا مثلا نقول ايه 50 ساين 100 ساين، مش مشكله، ما وصلناش للانفينيت يعني، بس بص هو قرب قرب جدا من الشكل. وده كافي ليك كواحد بتاع رياضه انك تعرف الشكل ده هيترمينيت عند ايه بعد اللانهايه. هو ده القياس. مش احنا شفنا العمليه اللي بتحصل عند اول 100 ساين ولقيناها مضطرده؟ يبقى لو كملنا للانهايه هتضطرد وتقفل، هتقفل عند النقطه النهائيه بتاعتنا اللي هي نص. هو ده انت القياس، انت بتكمل حاجه نتيجه اللي انت شفته، بتكمل بقى الباقي، بتكمل بقيه الرسمه. عامله زي ما ارسم لك، بص اوضح مثال للقياس اللي انت المفروض افهمه، ده مثال مبسط جدا. القياس الرياضي اللي احنا بنشتغل عليه ده، لو رسمت لك دي كده وبتعمل ايه في مخك؟ استنى، لو عملت لك دي كده وبتعمل ايه في مخك؟ بتكمل دي، انت من مخك بتكملها. فلو انا شفت حاجات كتيره جدا ولقيتها حادثه لعله معينه وهي عله الاستداره مثلا، فبالمنطق اكيد هكمل دي بشكل مستدير. خلصنا، هو ده المطلوب يعني. فممكن نيجي كده اهو، امسح ده وحط تاني، وانا بقى فاضي عايز العب الصراحه. جري جري. بص بص الشكل عمال يقرب ازاي،
الموضوع ممتع جدا جدا. انت متخيل عظمه الرياضه اللي بتحصل دلوقتي؟ احنا قدرنا نكون شكل المستطيل اللي هو شكل الستيب فانكشن، عارفها اللي هي بتالترنيت تطلع وتنزل، فاكر بقى المانشستر كودنج والحاجات دي؟ طيب مثلا ايه اللي عملته؟ بص ممكن تجري في الاخر كده كفايه اصلا قوي. تقدر تقول دلوقتي الساين ساين جواه ساين، باي على 3 في ساين، باي على 3 في ساين، هالترمينيت في الاخر ان يبقى الاريا اندر ذا كيرف من 0 ل 3 نفس ال 3، بس الدكه لتحت نص المشوار بقت اخرها تطلع عند النص. يعني كل الساين ورا ساين ورا ساين دي هيبقى الرينج بتاعها من زيرو، من سالب نص النص، بدل ما كان من سالب واحد لواحد زمان لما كانت ساين واحده، الساين جوا ساين جوا ساين عماله تقلل 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 لحد ما بقت ايه نص المشوار، وبقت تطلع بسرعه فائقه بو اكنها امبلس عاديه خالص، داله الدلتا يعني دلتا فانكشن. جميل. يبقى المساحه كام؟ نص مساحه اسمها ايه الطول في العرض 3 في نص، يعني 3 على 2. تعالى بقى نحل ده، يبقى نقدر نقول لو طلب منك تجيب تكامل امسح ده كله. المساله بتاعت النهارده بتقول لك ايه عشان بس اوريك الحل؟ من صفر من صفر ل 3، اديك فهمت ليه 3 مش مجرد مساله. ساين اوف باي على 3 في ساين اوف باي على 3 في ساين تك 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 تك، طبعا حط باي على 3 في الاول، بعدها ونقوم قافلين قافلين قافلين، وتحط دي اكس في الاخر دي اكس، ويجي يقول لك تحت كده اهو مع العلم بان كل ده ان ساينز، كل معلومه هنلمهم مع بعض بقى اللي احنا قلناه في الدرس كله. ويجي على الجنب يقول لك على فكره استنى الان دي بتنس تو انفينيتي، انا عايزك تحط الان دي بانفينيتي. طبعا ده ملوش اي لازمه غير اني اعرفك ان الان دي لا نهائيه. حل بقى التكامل بالحل اللي فات ده، نقدر نقول اللي هو حل بتاع الناس اللي عايز تعمل اناليسز وتحلل كده وتشتغل مع التكامل مش مجرد خطوات. الحل طلع كام؟ 3 على ال 2. طب لو جبت لك نفس التكامل ده من سالب 3 ل 0 هتقول لي بكام؟ هتقوم رايح هنا اهو من سالب 3 الناحيه الثانيه العكس ل 0 هيبقى نفس الاريا بس بالسالب، فيبقى الاجابه سالب 3 على 2. يبقى الاجابه 3 على 2 او سالب 3 على 2 حسب انت عايز من كام لكام، من 0 ل 3 يبقى 3 على 2. دي الاريا اندر ذا كيرف اللي هو الكيرف العجيب جدا ده، لان الكيرف العجيب ده جدا احنا اثبتنا انه هيقفل في الاخر او هيبقى شكله في النهايه عامل كده، عامل كده وبيكمل كده ويكمل كده ويكمل كده وهكذا. بس ادينا اثبتها لك بالمنطق، بدانا من الصفر كيف بدا الخلق. طيب مش عاجبك الطريقه دي او ده يعني انا اظن ان ده الطريقه الصح المفروض تعملها انت اصلا كفهم للمساله، تعال بقى اوريك المساله الطريقه تاخد 13 ثانيه بالظبط. وده يثبت لك ان مش دايما السرعه حلوه. في فيديو على يوتيوب تحفه جميل جدا، جايب لك واحد في جيم ماسك كاوتش عربيه كاوتش بتاع عربيه تقيل قوي يعني، وبيشيله ويقلبه الناحيه الثانيه ويمشي يشيله ويقلبه الناحيه الثانيه يقلبه الناحيه الثانيه عشان يمرن عضلات رجله والخلفيه والاماميه ودراعه وكتفه وحاجات كتير قوي بتتحرك. قام جه واحد جنبه قام شايل له اسمها ايه الكاوتش ده ووقفه له بحيث يبقى واقف على الارض يعني، وقام زايقه له ان هو يتدحرج وبيقول له يعني سهله. ده كلام فاضي، العلم هو ده ان حاجه تتعبني فلما اتعب اتمرن عضله تقوى. هل لو انا دحرجته العضله تقوى؟ فده يثبت لك ان مش دايما السرعه حلوه ومش دايما السرعه افيد، ومش معناه ان العكس برضه صحيح، احنا بنقول ان لكل مقام مقال. فهنا انا مش محتاج السرعه في حاجه. بص بقى الطريقه السريعه مش هتفهمك اي حاجه، هقول لك دلوقتي من 0 ل 3 وانا قدامي ساين قدامها باي على 3 في ساين قدامها باي على 3 في ساين وهكذا للاخر. اقدر اخد كل ده طبعا في دي اكس، هاخد كل ده واسميه بره باي اسم، نقول مثلا ده اولا اسمه اي، مش محتاج اعمل الليمت لان الليمت معناه ان ده لا نهائي واحنا خلاص عارفين ان هو لا نهائي. هاخد كل الترم ده واسميه واي مثلا اهو من غير حتى اعمل اي حاجه، هاخد كل ده اللي جوه التكامل ده واسميه واي. طيب ما انا عندي كده معلومه حلوه، نعملها تحت عشان بس ما تتلخبطش معايا. هقول الساين باي على 3 في ساين باي على 3 في ساين وهكذا، ده كله هسميه واي. طب بما ان هو ممتد للا نهايه الشكل اللي بره ده كله كل ده متكرر جوه اهو، تقول لي يعني الواحد اللي شال الداله اللي اتشالت الصينايه الاخيره خالص اللي جوه دي مش تفرق؟ اظنك لاول مره فاهم هي ليه ده صح. اتمنى لو انت فهمت دي تنزل تقول لي تحت انت فهمت. عارف لما كنا زمان نقول لك الحته دي 100% جت في دماغك قبل كده، ازاي يا جماعه تقولوا لي شيل ده كله وقول ده هو نفس الشكل الخارجي؟ ايوه يعني اللي شلتها دي ما فرقتش. حقيقه الامر كرياضه ما فرقتش. ليه؟ لان احنا حقيقه الامر مش بنشيل من بره، احنا بنشيل من جوه. هنقول لك ان اللي جوه ده
اكن انت شلت صينايه واحده من الاخيره. طب ما مش تفرق حاجه، بدل ما الرينج كان عمال يتدك لتحت جامد قوي، انت دكته جامد من غير قوي، بس هو ستيل نفس الشكل يعني، هيدي نفس الاوتبوت في النهايه، نفس الدنيا، فرق طفيف جدا. عشان كده الرياضه قائمه على التقريب. اوعى تفكر ان بالمنطق، بالمنطق والامور العقليه، ان مش هيحصل حاجه لو قلنا ان اللي جوه هو اللي بره. لا على فكره ده كلام خاطئ جدا منطقيا، ده مش صحيح. لو هما الاثنين واحد، يبقى الايفكت، يبقى لما تضيف الصين اللي بره دي مش هيؤثر، لكن حقيقه الامر بيؤثر. ينفع تقول لي لما اخد كل ده واخد له صين هيفضل الشكل هو هو؟ لا، يبقى هنقول ان ده ابروكسيميتلي مش هيؤثر. ليه؟ لان انا بضيف صينات كتيره جدا جدا ورا بعض، اكني جيت عملت كده. بص، اكني جيت في الرسمه وجريت جوه 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 قوي، بسرعه بسرعه، خش جوه 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 للاخر. انا معاك والزمن طويل. غني غني، قول يا ليل. طيب، لا اله الا الله، مدد يا صاحب المدد يا الله. بص احنا حطينا صينات كتيره ازاي، ورسمت الشكل في الاخر اكزاكت وكانه قريب من اللي احنا عايزينه. ايوه بس كده، ده كلام جميل. بص بقى، انا معنى كلمه ان نشيلهم، نشيل كل اللي جوه الساين ده كله، ممكن نفرض ان هو قد الساين الكبيره اللي بره، اكننا بنقول لك في واحده نقصت، اللي هي مين؟ هي دي. كاني جيت قلت لك شيل دي كده خالص وحط اكس، ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه. ولا اي حاجه، مفيش الا منطقيا حصل حاجه، كرولز عقليه حصل حاجه طبعا، بس الحاجه دي بالنسبه لنا كرياضه لا، ما حصلش حاجه، ما فرقتش. فنقدر نقول ان اللي جوه ده كله هو اللي بره ده كله، ولا اي فرق، الاثنين واي. فنقدر ننزل تحت ونقول اذا الحركه اللي عملناها كتير جدا زمان بقى، هنقول اذا ساين قدامها باي على الثلاثه، وكل ده هو نفس ده، هو نفس اللي بره كله اللي هو اسمه واي، فنسميه واي بيساوي واي. تقول ايه ده ازاي يا معلم؟ مش واي بتساوي واي؟ ازاي واي بتساوي ساين باي على 3 في واي؟ احنا اتفقنا بقى، الفرق اللي حصل بسيط، اكني بقول لك ان اللي جوه ده كله قد اللي بره كله، الفرق بينهم صينايه، والصينايه دي لو شلناها مش تفرق. بس الموضوع ده بيساعدنا في الحل بحلول تقريبيه طبعا. طيب حل، انا عايز اوجد ايه اصلا في المساله؟ انا عايز ابسط اللي قدام التكامل اللي هو كان اسمه واي، فانا عايز اوجد قيمه واي دي، يبقى الدنيا حلوه قوي بالنسبه لي. لما اقول لك حاجه على طرفي اللي يساوي حاجه هنا وحاجه هنا، واقول لك عايز احل المعادله، يعني عايز اوجد نقطه تقاطعهما، كاني برسم الواي يعني خط عامل كده بيمر بالاوريجن، والميل بتاعه 45 درجه باي على الايه؟ الاربعه، لان هو الميل بتاعه التان بتاعته بواحد، يبقى الانجل باي على الاربعه. دي رسمه الفانكشن اف اوف واي مع الواي اللي هي اسمها اصلا واي، يبقى الواي زيها زي الاكس، يعني عند الواحد هيطلع يقابل واحد، عند الاثنين هيطلع يقابل اثنين، يعني ارسم خط يعني بشرح لك ايه. طب عايز ارسم الساين باي على 3 باي، هم رايح عند الثلاثة المهمه جدا بالنسبه لي، وهلاقي الساين بتعمل كده وتيجي تقفل هنا وهكذا. هتلاقيني بقطع معاك طبعا الناحيه الثانيه، هقطع بنفس الطريقه وهكذا. هتلاقي ان الخط لازم هيقطع معاك في ثلاث نقط، الزيرو، وده منطقي، حط ساين زيرو هيطلع زيرو فعلا، لو حطيت الواي بزيرو هتلاقي ساين زيرو بزيرو، يبقى الواي فعلا بزيرو على الطرفين اهي، تمام. طب لو حطيت الواي على الطرفين، انا عايز احطها برقم يخلي الطرفين متساويين، هل ينفع احط الزيرو واقول ان الزيرو هو الحل؟ اذا الواي بزيرو، يبقى اللي قدام التكامل ده كله بزيرو، يبقى التكامل زيرو بزيرو. ده هزار بقى، يعني هل يعقل ان كل الفانكشن دي تدي زيرو؟ لا، الوجود لا يساوي العدم. الفانكشن المجهوله اللي فيها في الاخر اكس دي، وكمان شغال من زيرو لثلاثه، مستحيل ده كله يديني صفر. الوجود لا يساوي العدم، قدامك هو في وجود حاصل، في قيم موجوده، فده اللي نقول ان الصفر ريجكتد، لا يمكن تساوي صفر، مع ان رياضيا حل المعادله دي يعطي صفر، بس الصفر ده ريجكتد. يبقى اول قيمه من التقاطع بينهم، يعني حل المعادله دي اول قيمه زيرو. طب القيمه الثانيه هنا وهنا، انا متاكد ان الخط هيقطع الساين مره كمان ومره كمان تحت، وغالبا مش غالبا هو ده طبعا، لان الواي الفانكشن اللي اسمها واي بتقسم السبيس بتاعنا لنصين قد بعض، النص ده والنص ده، فاللي هيحصل هنا قد بالظبط الناحيه الثانيه، فانا متاكد ان دي هتبقى قيمه ودي سالب نفس القيمه. كام القيمه دي بقى؟ تعال نجرب، انت بتهزر والله بتكلم جد، تعال نجرب يعني، حط القيم المشهوره. الصفر زي ما قلنا ما ينفعش، خلينا نحط واحد مثلا. طبعا انا بالسنس كده يعني، بالسنس انا عارف ان انا محتاج احط قيمه هنا اهو، بحيث ان لما اطلع هنا اهو يديني الساين بتاعها، فانا ممكن نقول ان انا اقفل بس الاعلان، ممكن نقول ان انا كده كده قبل الثلاثه، انا متاكد من ده. طيب نجرب اتنين، حط اتنين مثلا، ساين اتنين باي على ثلاثه، هل فعلا بيساوي؟ نعمل اللي يساوي وعلامه استفهام، لسه مش عارفين هل بيساوي اتنين؟ انا حطيت اتنين هنا واتنين هنا، لو اللي طلعوا بيساوي بعض يبقى ده حل من حلول المعادله. الحقيقه امر لا، عارف ليه لا؟ من غير ما اعمل حاجه ده يبقى والله عيب في حقي، لان مفيش ساين تطلع اتنين يا جماعه، عيب، ما تهزرش بقى. ده لو في اعداد مركبه، انا حاطط، مش حاطط اعداد مركبه، انا حاطط اعداد بجد
يبقى انا كده متاكد. بص بقى العظمه، انا متاكد ان اقل من الواحد او واحد. ليه؟ عشان لازم الواي اللي بره دي ده ناتج الساين، والواي اللي بره دي مش تطلع اكبر من الواحد ابدا، دي الساين يا جماعه. فساين اي حاجه في الدنيا لازم الاوت بتاعها يبقى الرينج بتاعه من واحد من سالب واحد لواحد. يبقى انا اقول مثلا نبدا بواحد، هل ساين باي على 3 بواحد؟ برضه لا، يبقى ننزل عن الواحد. ليه ما نطلعش عنه يا ابني؟ نطلع فين؟ الساين ما بتديش اكتر من واحد اصلا، ده الرينج بتاعها، ده الماكسيمم. طيب نحط مثلا ايه بقى، انا عندي هنا واي وعندي هنا واي، احط مكانهم قيم ايه؟ تعال نحط مثلا نص، جرب اللي انت عايزه الباقي وربنا معاك. انا هحط نص عشان انجز، هيبقى ساين باي على 6. وعلى فكره هتيجي في دماغك بسرعه لو فكرت فيها، تساوي نص، لان باي على 6 ده اللي هو كام؟ 180 على 6 اللي هي 30، ساين 30 بنص، اشهر زاويه في الدنيا. يبقى فعلا النص احد حلول المعادله. يبقى نقدر نقول ان الواي لما بتساوي نص ده النقطه بتاعت التقاطع، يبقى النقطه دي هي نص والنقطه دي هي سالب نص، دي النقطه اللي بيتقاطعوا عندها. يبقى نقدر نقول ان القيمه بتاعت نص دي هي قيمه الايه؟ هي قيمه الواي. ايه ده يعني؟ استنى مش فاهم، يعني كل ده هيديك في الاخر نص. الفانكشن العظيمه الغريبه دي كلها، وده يثبت بقى عمليا يثبت بالرياضه المحضه المجرده الخطوات اللي هي ورا بعضها دي، ما اثبتناه نحن بالتجربه، ان فعلا الفانكشن العجيبه دي في الاخر بقت قيمتها يا نص يا سالب نص. اهو النص اهو في المنطقه دي كلها، من صفر لثلاثه، ومن صفر لسالب ثلاثه بتديك سالب نص اهو فعلا. يبقى حل المعادله يا يديني نص يا يديني سالب نص. دي امتى ودي امتى؟ على حسب انت فين. والله لو في المنطقه من صفر لثلاثه فالتقاطع بتاعك عند النص، طب لو من صفر لسالب ثلاثه فالتقاطع عند السالب نص. الله علينا. يبقى نقدر نقول ان كل الفانكشن اللي قدام التكامل المجعلص ده هي بنص في الاخر، تكامل من صفر لثلاثه لنص هيدي لك ايه؟ نص اكس، عوض الاكس دي من صفر لثلاثه، عوض باللي فوق ونقص اللي تحت، يدي لك 3 على 2. ايه ده اللي احنا طلعناه اصلا؟ اه بالظبط. انت مستغرب ليه؟ ايه يا حبيبي؟ انت مش واثق فينا ولا ايه؟ بس كده. انا بقى لو كنت هشوف المساله، في حاجه في دماغي حاسس انا عايز اقولها بس ناسيها. والله يعني لو ساعات بقى بفتكر حاجات كتيره بس بكسل ارجع اقولها يعني. لو انت مبسوط قول لي. انا بقى لو كنت شفت المساله دي لوحدي كنت هعمل ايه؟ هقول ايه ده ساين وقدام حاجات متكرره، شيل المتكرر ده كله حط واي، يبقى ساين باي على 3 جنبها واي، دي محتاجين نقول انها بتساوي الاجمالي بره اللي بره برده، ده يحصل عند النص، يبقى كل ده بنص. ساين نص من 0 ل 3 يبقى 3 على 2. ليه؟ لان الحدود ما تلاقي ساين، اما تلاقي تكامل لرقم اطرح الحد الاعلى من الاسفل وحطه جنب الرقم ده. يعني تكامل من A ل B C DX، السي تنزل وقول بي ناقص A على طول. فلو قلت لك تكامل من 0 ل 3 للنص، النص تنزل و0 3 ناقص 0 يديك ايه؟ 3 على طول، 3 على 2. ده انا حل المساله في 13 ثانيه، ما بهزرش والله. اه حليتها، مفيش اي صعوبه. لكن الامر اكبر من ذلك. اتمنى ده يكون يعني، لو انت اتبسطت منه، لو عندك انتقاد او اعتراض عليه قول لي طبعا، انا احب اسمع. لو اتبسطت من ده فاتمنى يبقى ده تعرف ان هو اولا من غير تحضير، وان انا لسه على قدي، ان انا لازلت طالب ولازلت كل الكلام الحلو ده كله. وان كان الموضوع ما بيتقاس كده في العلم، انت ممكن تبقى طالب وممكن تبقى قرات كتب كثيره جدا اكثر من اساتذه خلاص ركنوا واعتمدوا ان هو خد الشهاده. فالموضوع ما بيتخدش بالسن فقط، وان كان السن احد العوامل اللي يعني نوعا ما بتبقى بري ريكويزيت كده، يعني في حاجات كده صعب توصل لها قبل سن معين. المهم اتمنى يعني انك تبقى واخد كل ده في الاعتبار، وتعرف ان ده كمان ممكن يتعمل بشكل احسن بكتير. فلو استفدت بده حاول تطبقه في بقيه حياتك الدراسيه، واعرف ان العلم يؤخذ هكذا لا سبيل اخر. تريد ان تصل للعلم، تعمق في كل بوينت بتدرسها واقعد عليها، والا تبقى انت عايز تطلع تشتغل وفقط، تبقى موظف ساعتها الكلام ليس موجها لك، وتبقى على راسي طبعا، اي حد بيعمل اي مهنه في البلد على راسي. بس فدعواتك، ولا تنسى الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتقابل الدرس الجاي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.